from Andres. وأنا ماني متحمس إطلاقا. قبل ما نروح بدي أعطيكم أبديت على الكورونا فاكسين أو اللقاح اللي أنا أخدته، فالأمور طيبة والحمد لله وكله تمام. وأخيرا يوم مشمس بالدنمارك، يعني هرمنا. تتذكروا هدول؟ طيب هلا المدرسة بعمر 28 سنة موضوع، واني انا شو بتعني للمدرسة موضوع تاني. الحقيقة هلا مثل ما حكيت بالفيديوهات اللي قبلها، فانا ببيك من حياتي، يعني حاسس بفترة من حياتي اني بقمة النشاط وقمة الحيوية. بدي اطلع حقق اهداف، صور فيديوهات، منتج فيديوهات، اتعلم على برامج الادوبي، كتير اشياء بوقت واحد. والمدرسة بالنسبة لي وبالنسبة لثلاث ارباع البوبوليشن على هاي الكرة الارضية ما حدا بحب المدرسة، لكن بنفس الوقت بظن انه المدرسة فيها قيمة مهمة مناخدة من المدرسة فقط، واللي هي نتعلم نمشي بنظام معين. يعني على سبيل المثال، لو انت بدك تكون دكتور فانت بدك تدرس الطب في مناهج مدروسة محددة صحيحة 100%، في عندك نظام معين، في عندك تايم لاين، في عندك امتحان لحتى تنجح وتحقق هذا الهدف. أما الفرق بحياتنا العامة واللي هي بتشبهها كتير، نحن كلياتنا بنبحث عن الاستقلالية ومنحاول نكون مستقلين ماديا، لكن هذا الشيء بنفس الوقت هو تحدي كبير، لأن نحن اللي راح نكون مسؤولين عن أنفسنا. فهل يا ترى عنا القدرة لحتى نحن نحط تايم لاين لحالنا لنحقق الأهداف، نحط حطة معينة، هيكلية معينة، نطور من أنفسنا، ندرس ونتعب على حالنا لحتى نحقق هاي الأهداف؟ هذا الشيء اللي عم نحاول نعمله، بس صدقوني ما نسهل. المشكلة مع الأسف أني أنا سيء جدا بالمولتي تاسكينج، ما بعرف أعمل كذا وظيفة بنفس الوقت، بتشتت وبتوتر وبنتهي بأني أنا ما عملت ولا وحدة منهم. فأنا حكيت مع مستشاري، مرشدي، مساعد، دكتور، ما بعرف شو بدك سميه، قلت له أنه أنا في عندي مشروع بالمونتاج، في عندي مشروع ببرامج الأدوبي، في عندي مشروع يوتيوب، في عندي مشروع تصوير، شو بدي أختار منهم وركز عليهم لحتى أعمله؟ فهو قال لي جملة مفيدة جدا، واللي هي لا تحدث خلاف بين أشياء لا خلاف بها. اللي صار هلأ أني أنا وقفت أي شيء ما له علاقة بالتصوير ومركز 100% بالتصوير، لكن بنفس الوقت مثل ما حكينا في عندي كثير مهام أنا لازم أعمله. طيب هلأ أنا في عندي ثلاث خيارات. أول حل عم فكر فيه فينكم تشبهوه بالإسبريسو، يكون مضغوط كثير وكثيف كثير ومركز كثير. أنا ما بدي ضحي بأي مشروع أنا عم بشتغل عليه، أنا بدي أعملهم كلياتهم، والسبب بهذا الشيء أنه عندي طاقة كبيرة وحاسس أنه هي الفترة المثالية ليكون في عندي هارد وورك لحتى أنا حقق أهدافي. بس المشكلة أنه ممكن يصير في ظروف طارئة أنت ما كنت حاسبة، وهذا الشيء أثر على الاستمرارية عندك وممكن توقف، مثل ما صار معي من سنة تقريبا باليوتيوب. فبدنا ندير بالنا وبدنا نجيب شمسية. بوبروكس حلوة مفرقعة بنكهة الفراولة. المكونات: سكر، لاكتوز، جلوكوز، نكهة اصطناعية، ثاني أكسيد الكربون. sounds suspicious. الحل أو الطريقة الثانية، إذا بدنا نقارنها بالإسبريسو الأولى اللي كانت مضغوطة، فهي مثل الكورتادو، بتكون أكبر شوي وبتنشرب هيك شوي شوي وعلى الرايق. يعني هذا الكلام بيعني أنا بدي ركز بكل الأشياء، بس بنفس الوقت ما بدي أضغط حالي، رح أعطي مساحة لحالي أكثر لحتى أتعلم هدول الأشياء. بس في حل. بتنجز ياض تكميلة.
أما الحل الثالث اللي نصحوني فيه بعض الناس واللي هو أني اختار مجال واحد وحاول ركز فيه، يا أما دراسة يا أما شغل يا أما يوتيوب. وهذا الاقتراح أو هاي النصيحة بتذكرني بالكافي لاتيه، هاي القهوة بالحليب الكبيرة. مع أني كتير بحب القهوة وبشرب قهوة كتير، بس أنا بمل يعني كبيرة كتير، بدها ثلاثة لحتى يخلصوها، فهذا الحل مستحيل بالنسبة لإلي. فأنا بظن على الأغلب أنه مثل ما حكيت أكتر شيء رح يناسبني بهاي الفترة أني أنا أروح مع الإسبريسو، اضغط حالي وحاول اني اطور من حالي قدر المستطاع. اذا حسيت انه هذا الشيء رح يرهقني، اذا حاسس اني انا مقصر ماني قدران اعمل المهام اللي علي، فاكيد انا رح شارك هي التجارب معكم. فترة رح تكون مضغوطة كتير، انا ماني خايف منها، بالعكس انا متحمس لها كتير، لاني فيني اتخيل لو اني انا تجاوزت هذا الضغط فانا رح اكون متطور بمجالات كبيرة وكتيرة. فمن هون لوقتها that's it. see you people، نراكم على خير. Peace. طولت. كنا ضيعنا.